عز الدين مارسو، ده شاب مغربي أصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي مش في المغرب، لا ده هنا عندنا في مصر. وقصة عز الدين تتلخص في أنه والدته راحت تزور حد من قرايبها، فسابت البيت كام يوم، رجعت لقت سطح البيت متحول من يعني إنجاز التعبير من حاجة كده تشبه الخرابة لحاجة تشبه الجنينة الحلوة اللي ترد الروح زي ما بيقولوا. هنعرض على حضراتكم ده منظر السطح دلوقتي بعد ما يعني عز الدين اشتغل وعمل يعني حاجات بسم الله ما شاء الله، يعني حاجة رائعة جدا جدا جدا، إعادة تدوير الأخشاب وحاجات بلاستيك وأشياء كانت مهملة، السطح كان شكله يعني مش تمام، أصبح زي ما حضراتكم شفتم في الصورة الأولى. عز الدين من طنجة معايا دلوقتي على التليفون عبر سكايب. عز الدين مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. كده لا بأس، الحمد لله، كل شيء هو شكرا. ده تتكلم مغربي. شوية ربنا يخليك، شكرا. طيب عز الدين، يعني كيفاش جاتك هذه الفكرة، يعني كيف جاءت لك هذه الفكرة؟ أولا كانت فكرة، يعني كانت في راسي من يعني كانت في راسي من زمان، لانه المنزل بيطل على منظر جميل، فامي كانت بتحب تلك المكان، يعني تجلس كده ويعني تنظر الى المدينه، الى نعم جمال المدينه، فانا يعني كنت انظر اليها وهي يعني حابه المكان، بتقول لي يعني انا استريح هنا ولو وخا هنا كاين الخرابه. فجاتني فكره بانني اسوي لها منظر رائع وجميل بأبسط الأشياء، لأن التكلفة في الديكور طبعا كتكون غالية، يعني تكون غالية. فأمي ذهبت عند خالتي طبعا كما يعني كما قلت لكم، فذهبت 5 أيام، فكانت لدي تحدي كبير بأنني لو يعني في فترة 5 أيام لابد أن أنهي الشغل. فبعد 5 أيام يعني جات أمي على البيت، فقلت لها أمي لا بد أن يعني لازم تطلع لفوق يعني للسطح. لما طلعت فكانت مفاجأة رائعة بالنسبة لأمي وفرحة كبيرة لي، وطبعا من ثم بدأت البداية ديالي في عالم الديكور. طبعا أنا بشتغل مصمم ديكور، فأمي ديك الساعة فرحت بزاف وعجبها، يعني حبت المنظر وكثروا علينا العائلات والضيوف والأحباب والأصحاب في المنزل. كلهم عايزين يعملوا، يعني تعمل لهم نفس اللي انت عملته في سطح بيتكم. طبعا يعني الزبناء كثروا، يعني الناس بزاف كتطلب لي أنني نعمل لها نفس ستيل، يعني نفس المنظر، والحمد لله فكانت بداية جميلة. ورضاء الأم، رضاء أهم الوالدة حاجة رضا الأم، أهم حاجة رضا الأم، أهم حاجة. طبعا ربنا يخليك ويحميك. ربنا يخليها لك. ويعني ان شاء الله بعد ما يعني انت طلعت عندنا في قناتنا في مصر، يعني الزبائن مش هيبقوا بس من المغرب يعني، ولكن ايضا من مصر، وانا اولهم يعني يا إن عز الدين. شاء الله، على الرأس والعين الله يبارك أستاذ، فيك، على الرأس والعين إن شاء شكرا الله. جزيلا، ربنا يخليك. تحياتنا لكل اهل المغرب وكل اهل طنجة، المدينة الجميلة اللي انا نفسي ازورها باذن الله. شكرا جزيلا عز مرحبا الدين، مرحبا عندي إن الله شاء الله، يخليك، شكرا كلكم شكرا. مرحبا. ونشربوا الاتاي فوق السطح صح؟ أتي بالنعناع الاتاي والشيبة. بالنعناع. واخ يا سيدي واخ. ربنا يخليك صديقي، شكرا أستاذ، شكرا شكرا ربنا عز يخليك. الدين، شكرا صديق عز الدين مرسو من المغرب.